ورحمه الله وبركاته. النهارده ان شاء الله هنستكمل قصه سيدنا يوسف. امبارح اتكلمنا عن قصه سيدنا يوسف لو ما شفتش حلقه يا ريت ترجع تشوفها ووقفنا عند عندما طلب يوسف السجن وربنا حقق له اللي كان هو عايزه. نستكمل النهارده قصه سيدنا يوسف مع فضيله الشيخ عرفه راشد منورني طبعا. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم جميعا والمستمعين والمشاهدين. هسيب لحضرتك المايك تستكمل الحمد لله الذي وفق العباد وهداهم لما فيه صلاحهم والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والكرم والعطاء إلى أن نلقى الله اللهم أمين آه أيها المستمعون أيها المشاهدون نحن في أجمل قصص القرآن الكريم حيث البلاغة حيث الجمال حيث البهاء حيث الدفاع حيث التوحيد، حيث الظلم، وحيث العدل، حيث الحقيقه، وحيث الباطل، حيث المراه، وحيث الحب، حيث ما يكون من السجن وما فيه من الم وتعب وشقاء. ان يوسف عليه السلام دخل الى السجن لانه اراد ذلك، ولما دخل هناك كان هناك في السجن احوال واحوال. التقى معه في هذا السجن رجلان. الاول كان يعمل خبازا والثاني كان يعمل ساقيا للخمر لصاحب الملك انذاك دخلوا الى السجن لحيله وقعت او قيل بانهم كان منهم او كان من يريد منهم ان يدسوا السم في ذلك الطعام او ذلك الشراب لهذا الملك ودخل معه السجن فتيان اما احدهما فكان يسقي ربه خمرا واما الاخر فكان يعمل في الخبز كما بينا لحضراتكم عندما دخلوا الى السجن كان هناك حوار كثير يحدث بين يوسف عليه السلام وبينهم. كان يرى امورا يتمنونها وكان دائما يقول لهم ما تريدون من شيء ياتيكم الا نباتكما به. نظروا الى يوسف فوجدوا فيه جمالا وخلقا وادابا فاحبوه فراوا في منامهم رؤيا فارادوا من يوسف ان يفسر لهم هذه الرؤيا مما علمه الله. تبارك وتعالى فقالوا إني, إني أرى فقال أحدهم ما إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه وقال الاخر اني اراني احمل كاسا اقدمه لهذا الملك حتى يشرب منه فما كان من يوسف الا ان علم الرؤيا واراد ان يؤولها لهم بطريقه جميله فلما قال لهم يا صاحبي السجن اما احدكما فيسقي ربه خمرا واما الاخر فيصلب فتاكل الطير من راسه وعندما بين لهم هذا الكلام لم يقل بانك سوف تموت قال يصلب فتاكل الطير من راسه، هل معناه انه ممكن يموت ممكن لا حتى يعطيه الامل، ثم قال له قضي الامر الذي فيه تستفتيان. ان يوسف في ذلك الوقت اراد ان يظهر لهم التوحيد الذي لا يعلمونه. كيف هذا؟ قال لهم لما ياتيكم الطعام ساقول لكم ان هذا الطعام نوع كذا يعني قبل ان ياتي الطعام لا ياتوكما طعام الا نباتكما به قبل ان ياتيكما ذلكما مما علمني ربي اني تركت مله قوم لا يؤمنون بالله وهم بالاخره هم كافرون واتبعت مله ابائي ابراهيم واسماعيل واسحاق يعلم انهم بعيدين عن التوحيد ولكن يدعوهم الى الله في مكان لا يدعى فيه الله مثلا واحد يقول او في السجن الان ادعو الى الله دعوه الى الله سبحانه وتعالى انه يعلم أن الدعوة إلى الله وفي معرفة الله في أي مكان ويعلمنا أنه ربما يخرج من هذا السجن من يضيء الكون بالتوحيد أثر يوسف عليه السلام في ألف الشابان في الغلامان في هذان الفتيان ولكن الله تبارك وتعالى أراد أن يعلمهم أنه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان سيدنا يوسف ينظر إلى الساقي لأنه علم أنه ناج من هذا المكان فقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك ما تخرج اذكرني عند ربك اي اذكرني عند الملك عندما تخرج فانساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين قال المفسرون إن يوسف عليه السلام سأل خلاف الأولى لأن الأولى كان يسأل الله تبارك وتعالى أن ينجيه من هذا السجن كما نجاه من هذا الجب ولكن يوسف تعجل أو قال كلاما في مشاعره بأنه يتمنى أنه يتمنى أن يخرج من السجن كما يخرج الناس فقال للذي ظن أنه ناج منه اذكرني تكلم معي أو عني قليلا أمام الملك فأنساه الشيطان لماذا لأن الله يريد ليوسف وأراد أن يعلمه أن البراءة ستأتي من عندنا ليس من عندك أنها ستأتي بتقديرنا ليس بتقديرك وأن الوقت الآن لم يحين ولكن الله أراد أن يعلمه أنك جعلت معنا غيرنا فسنجعلك تمكث في السجن سنين حتى يكون قلبك لنا لا لغيرنا عجيب هذا الامر حقيقه ولكنه سبحانه وتعالى يريك الايه في تاديب اوليائه وانبيائه بان فعله هذا فعل النبي لا يخرج منه هذا الشرك او ها ليس بمشرك ايضا ابدا ولكن اراد الله ان يظهر للناس ان هذا النبي وان فكر يوما ان يعتمد على غير الله فان سنجعل فيه شيئا يجعله يعود الى الله سبحانه وتعالى ونسى هذا الساقي وخرج وعاش في مره اخرى مع هذا الملك وخرج ذلك الخباز كما بينا وصلب وكانت رؤيا عجيبه راها ذلك الساقي ان كلام يوسف مضبوط ولما علم ذلك اصبح يقين هذا الساقي بيوسف كبير وكبير ولكنه نسى ان يتحدث مع ذلك الملك ومرت السنوات وتمر السنوات وما ادراك ما هي من سنوات حدث في شيء عجيب اريدك ان تنتبه اليه ايها القريب ماذا حدث يا ترى؟ احبه من كان في السجن واحبه صاحب السجن فقال صاحب السجن يوسف يا يوسف والله اني احبك فقال له يوسف اعوذ بالله من حبك قال ولماذا؟ قال احبني اخوتي فالقوني في الجوع واحببت واحببتني زليخة فالقوني في السجن وانا الان في السجن فكيف اذا احببتني انت؟ اين شيء سيكون فيه بعد ذلك وهذه من الملاطفات والمداعبات في قصه يوسف عليه السلام. وانظر لهذا الشيء الجميل الاخر ان يوسف عليه السلام لما كان في السجن كانت تاتي زليخة وتزوره من حين الى اخر تراه دون ان يراها. وتقول للسجام أريدك أن تضربه بالصوت إنها بذلك رحيمة أم شريرة؟ إنها بذلك تكيد كيد النساء في أنها تريد أن تنتقم يوسف أم ماذا؟ أريد أن أرجع للوراء قليلاً معك والمشاهدون. زليخة لما تحدثت إلى زوجها قالت أقتلوا يوسف. قالت اسجنوه. إنها تريد السجن ليوسف لأنها لا زالت تحبه ولا زال عالق في قلبها ولا تريد أن يحدث له مكروه فإن كانت السجن سوف تزور لأنها زوجة العزيز أنا ذلك وزوجة قائد الحرس أو قائد الجيش أنا ذلك على حسب ما يقال في مرتبة فوتيفار هذه أولى إنها رحيمة به وتحبه جدا قالوا ثانيا أيما أيوة كان أعظم كيد يوسف أم كيد أستغفر الله، يتعب. أيهما كان أعظم؟ السؤال تحطه في الريلز. أيهما كان أعظم؟ كيد النساء أم كيد إخوة يوسف في ذلك الوقت؟ لما قال الله تبارك وتعالى إن كيدكن عظيم، هتقولي كيد النساء؟ ولكن لو نظرت في بداية السورة لما تحدث يعقوب إلى أبنائه فقال فيكيد لك كيدا. إن كيد الإخوة أنهم أرادوا قتل أخيهم يوسف ويلقوه في الجب، أليس كذلك؟ ولكن كيد زليخة حينها قالت ألقوه في السجن إنها تخاف أن يصاب يوسف بمكروه فقالوا إن كيدها هنا لم يكن عظيما في مسألة الحب رغم أن كيد إخوته كان أشد من كيد النساء بذلك فكيدهم كان أقوى من كيد النساء يعني حضرتك عايز تقول فإن كيدهن عظيم دي على ليست على العموم إن كيدكن عظيم للنساء حدث ولكن في قصة بداية القصة إن كيد الرجال أعظم من كيد النساء عاوز أقول كده دي الله. ده. اريد ان ابين ان كيد الرجال اعظم من كيد النساء شفت حضرتك احنا استخدمنا الايه وغيرنا معناها نستخدمها في حاجه حاجه واحده بس احنا لم نغير معناها بل فهمنا معناها يعني لا استطيع ان اغير معنى الايه ولكن نقول تفسيرها تفسير الايه هذا <applause> قصدي ان تفسير الايه هنا ظهر امامنا انه في التعمق في ايات القران الكريم يظهر لك الاعاجيب ويخرج لك الاساليب البلاغيه والقصص الحياتيه في التامل في مواقف الايه العظيمه من البدايه الى النهايه يؤسف عليه السلام في موقف اخر يبين لك رحمه هذه المراه وان كانت تفعل هذا الامر العجيب، نحن نلومها فيما فعلت ونعيب عليها نعم ولكن نقول بانه لم يكن بخاطرها ان الامر خرج مما كانت فيه ووصل الى عشق عجيب وكافاها الله بعد ذلك. المراد من كلمة التي ابينها لك انها كانت تزور يوسف عليه السلام في السجن فمره قالت للسجان اريدك ان تجلده. تريد ان يجلد يوسف. فلما ذهبت ودي ملاطفات الجميله في هذه القصه وقالت للسجان هذا الكلام اخذ السجان الكرباج ويضربه بالصوت. السجان يحب يوسف هل سيضربه؟ لا ولكن قال يا يوسف كاني اضربك وأقول بصوتك لانها تريد ان تسمع صوتك. مم. فقال لها فقال له افعل وبالفعل يوسف عليه السلام وكانه ضرب بذلك الامر لانه لا يريد ان يتالم صاحب السجن يريد ان يتالم فلما خرج الى زليخة وهي تشاهد لم تشاهد هي تسمع فقط فقالت له اضربته بالصوت قال نعم او ما رايت اما سمعت قالت له كذبت لو ضربته بالصوت لوقع الم الصوت في قلبي الما ليوسف حب عشق عجيب فلذلك تقول انت كذاب تعرف انت لما تجد الام والاب يخاف على ابنه ويشعر بالاسى والحزن ان اصابه شيء لك الان ولد حصل له شيء الان في موضوع الان انا قلبي لا يتحرك لانه منك ان زريخة اثبتت للعالم كله ان حبها ليوسف فاق الحدود وقالت لو ضربته بالصوت لاشعرت به في قلبي من شده ادم يوسف اذا كانت تتعامل معامله عجيبه وجبر الله بخاطرها كما سنذكر بعد ذلك باذن الله تعالى. مكث يوسف في السجن بضع سنين وعاش هذا الساقي كذلك هذه السنين ناسيا ما كان من الوفاق بينه وبين يوسف وفجاه ياتي الفرج من الله سبحانه وتعالى بامر لم ياتي على الخاطر. هل يا ترى اتى الفرج عندما ارسل الله رياحا قاسيه او شهبا او تدخل على هذا الباب للسجن وتخرج يوسف؟ لا. هل جعل الله حربا عظيمه عريقه كبيره تخرج يوسف من السجن؟ لا. هل جعل الله تغيرا في الاحوال ان يكون يوسف لأفضل حال مثلا ويخرج من السجن بعفو مثلا؟ لا، بل اتى الامر لم بما غير متوقع برؤيا رؤيه الملك الجديد. راى الملك رؤيا عجيبه. سبع بقرات فيمان يأكلهن سبع بقرات عجاف أي هزيلة وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات فجمع المال الذي كان حوله متحدثا إليهم الرائين والعرافين والذين كعنا. يقولون بأننا نعرف الرؤى وغيرها ونفسرها فقال ماذا تقولون قالوا أضغاف أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين قالوا اضغاث احلام وما نحن بتاويل الاحلام بعالمين ما لم يعرفوا فتضايق منهم ذلك الملك ولم يرى ذلك الفعل الغريب منهم قبل ذلك وما كان من هذا الا من الله لانه يريد الان ان يتذكر ذلك الساقي ما كان بينه وبين يوسف عليه سلام الله عندما قال وقال الساقي: وذكر بعد أمة بعد أمة فترة من الزمن أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. قال للملك: أنا أعرف رجلا صالحا وشابا جميلا كان معي في السجن يعرف هذه الرؤيا. وتوجه ذلك السَّاقِي ليوسف عليه السلام قائلا له يوسف ايها الصديق افتنا في سبع بقرات ياكلهن سبع عجاق وسبع سنبلات خضر واخرى يابسات لعلي ارجع إلى الملأ وإلى القوم لعلهم يعرفونها لعلهم يرجعون لعلهم يعرفون لعلهم يفسرون يعرفون الحقيقة وهنا ذهب وعرف وقال يوسف الكلام العجيب قال استزرعون سبع سنين دأبا اي بجد واجتهاد فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تاكلون ثم ياتي من بعد ذلك سبع عجاف يأكلن ما قدمتم لهن الا قليلا مما تحصنون ثم ياتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون قال هذه الكلمات وذهب حينها ذلك الساقي يحكي للملك ما قد سمعه من يوسف عليه السلام فتنبلج أسارير هذا الملك مما سمع قال عجيب هذا سبع عجاف وقبلهم سبع غير عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات إنه لتحذير عظيم يدعون أن نهتم بذلك الرؤيا وأريد هذا الرجل حتى يحقق لنا هذا المشروع أو هذه التنمية الزراعية في بلدي حتى يحفظ الوطن من الوقوع في أي إشكال يا الله يوسف عليه السلام الان قص وقال وفسر الرؤيا ولكن الملك قال ائتوني به انا اريد ذلك الشاب فذهب ذلك الساقي وقال ان الملك يريدك قال لا لا اخرج حتى تاتي لي بالبراءه اي براءه هذه ترى ان يوسف يريد ان يظهر براءته امام الخلق الذين قالوا عنه بانه احب براءه العزيز او انه وقع فيها فقال لا لا اخرج حتى تاتوني بالبراءه واساله ما بال النسوه اللاتي قطعن ايديهن الملك لم يكن عالما بالقصه فجمع الاستخبارات واتوا اليه جميعا ومعهم السيده زليخه وقال ماذا فعلتم ليوسف عليه السلام قص لنا الخبر فتحدث النسوه جميعا وقالوا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء ثم تحدثت امرأة العزيز وقالت الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وعما قالت هذه الكلمة ظهرت براءة يوسف عليه السلام أمام الجميع وقال حينها الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي وخرج يوسف أبيرا عظيما كريما حتى يظهر لنا أن الصبر مفتاحه فرجا أنا في حاجة شيخنا اختبالي منها شوف قصة سيدنا يوسف كان في البير وبعدها راح القصر وبعدها من القصر للسجن وبعدها من السجن لمنصب كبير الله أكبر يا الله وهذا إن دل يدل أن الحياة فيها متاعب أحيانا كثيرة فإن أتت المتاعب لا تيأس وتعتقد أن النهاية قد أتت ربما تكون النهاية عندك هي أول البداية ولا تعتقدن أن, أن نهايتك قربت فان الله لا يريدك ان تياس من رحمته فلا يياس من روح الله إلا القوم الكافرون ومن يياس من رحمه ربه ولا يياس من رحمه ربي إلا الضالون يوسف كان دائم التعلق بالله فكل من تعلق بمولاه سوف ينجيه الله وكل من علم ان الله سبحانه وتعالى معه فمن عليه يوسف عليه السلام كان عالما بأنه في رعاية الحق جل وعلا وكان عالما بأن الله سينجيه كن عالما بأنه سيأتي بعد الهم فرجا وبعد الحزن فرحا وبعد المرض شفاء وبعد الداء دواء وبعد البلاء عافية فإن الله أضحك وأبكى بارك الله فيك شكراً أه كنت عايز أعرف إيه سر الرقم سبعة في القران رقم سبعه اتكرر كتير جدا سبع سنين انتظار سيدنا يعقوب سبع سنين سجن سيدنا يوسف رقم سبعة سنبلات سبع بقرات رقم سبعة اتكرر كتير جدا في القرآن هل ده ليه مدلول؟ لو نظرنا إلى مسألة الأعداد في القرآن الكريم أو في خلق الله فجعل الله السماوات سبع، والارض سبع. سبع، وجعل الله الامور المتعلقه كما ذكرت في القصص سبع، وجعل الله الطواف بالكعبه سبع، وجعل الله السعي بين الصفا والمروه سبع، قالوا هذا ان دل على حكمه بادغة في ان عدد السبع هذا لاصلاح نفسي او قلبي او جسدي او عقلي معناها عندما تذهب للطبيب ويقول لك الطبيب خذ هذا العلاج ثلاث مرات هل بتقول له لماذا ثلاث مرات؟ ليه؟ لأنه أثبتت المدولات الطبية بأن العلاج سيأتي بعد شربه ثلاث مرات في أوقات متعددة سوف تأتي الجرعة وكذلك جعل الله الجرعات متعلقة بالسبعين حتى يثبت لنا أن كل شيء خلق بعدد معين لنفع معين بوقت معين بطريقة معينة وهذا من الإعجاز البلاغي لحكمة الله تبارك وتعالى في خلق الإنسان والبشر والسنوات, والسنوات والسبع التي ذكرنا سبع سنين وغيرها والسماوات والأرضين والطواف لحكمة وقالوا سبع ثلاث وثلاثين لحكمة وعلاج هذا علاج أقصد أن الله جعل ذلك حكمة علاجية وجسدية وعقلية وبلاغية لبركة أرادها الله تحلف عند السبع فقط الله وعلا. الله وعلا. الله اعلم نستكمل قصه سيدنا يوسف وصلنا عند الملك طلب سيدنا يوسف واداله منصب كبير طلب الملك يوسف عليه السلام وقال استخلصه لنفسي ولما دخل عليه يوسف اعجب به وقال انك اليوم لدينا مكين امين وكذلك رفع الله شان يوسف عليه السلام وجعله عزيزا كيف هذا قال له الملك ماذا ترى إننا لا نرى أحدا قائم على فكرتك التي تريدها ولا يصلح إي لها إلا أنت فماذا ترى؟ قال اجعلني على خزائن الأرض أنا سأكون وزيرا للتمويل أنا الذي سأقوم بإعداد هذه الخطة سبع سنين تزرعون جيدا وندخل فيها لسبع سنين ما يقول من شأنها حتى إذا أتت السبع العجاف نجد ما ينفعنا مما قد ادخرناه من السبع الطيبة وانظر ماذا ما سيكون من الفائدة في التخزين لهذه الأشياء حيث أن الأمر كان فيه مشاورات وكان فيه حوارات بين الكهنة أنذاك أنه لم يعجبهم أن يكون يوسف وزيرا للتموين أنذاك بل قاموا أيضا بوضع القمح الذي تفكر فيه يوسف وضعوه في بعض الأماكن دون أن يفعلوا بقصة يوسف لأن سيدنا يوسف لما قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله قالوا فإن القمح لم يكون في السنبلة يظل فترة طويلة جدا بخلاف ما يكون القمح بلا سنبلة فإنه يعطل ويخرب ولا يكون له مقام وهذا ذكاء أعطاه الله ليوسف عليه السلام وظل يوسف هكذا يقيم الخطه التي الخطه التي وضعها ومرت السبع سنين الطيبه واتت السبع العجاف وانتشر وانتشر الجوع في انحاء الاماكن قاطبه وظلت مصر بفضل الله كامله كامنه رائده رائعه وذلك من فضل الله على بلادنا انها لا زالت خزائن الارض وفيها الخير الذي جعله الله سبحانه وتعالى الى قيام الساعه حفظ الله مصر وأهلها ومن كان فيها بفضله تعالى جل جلاله وتقدست أسماؤه أيها الكريم أيها المشاهدون أيها المستمعون الآن سيحدث الأمر الذي ننتظره منذ زمن بعيد إنه العز والذل المقام العالي والمقام المنخفض عندما أتى إخوة يوسف عليه السلام ودخلوا عليه وهم في شدة تعب ومشقة وعناء لما أصابهم من الجوع والشقاء في حياتهم فدخلوا على يوسف عرفهم عرفهم يوسف عليه السلام ودخلوا عليه قائلين نريد العون منك ايها الملك الكريم فماذا فعل يوسف معهم سنعرف ايها الفضلاء وجاء اخوه يوسف ودخلوا عليه وعرفهم وهم له منكرون مش عارفينه كويس ولكن الله تبارك وتعالى اراد ان يرينا هنا مواقف العز العز والذل ومواقف العطاء والاخذ وموافق لنا اقف امامك طالبا بعد ان كنت انا صاحب العطاء وغيره الشاهد من كلامي ان يوسف اصبح عزيزا لمصر ولما دخل إخوة يوسف عليه نظر إليهم وعلم حالهم واستفسر عن أمورهم وأتى له ببضاعة مزجاة كانت فضية وكانت قليلة وكانت لا قيمة لها ولكنه الآن كان يقايض يعني يأخذ أي بضائع موجودة ويعطيهم على أصلها القمح الذي هو كان أساس الحياة في ذلك الوقت طبعا ليش يا شيخ اسف هو منكرون مش ممكن مقصود بيها ان هم عملوا نفسهم لا هم لم يعرفوه جيدا قالوا لي أبهده وجماله الذي ازداد جمالا ونظافة وأناقة في الثياب وهو يجلس على كرسي وأماكن توقية لم يتوقعوا أن يكون هذا وهم على حالهم من ثيابهم المرقعة وثيابهم التي لم تكن بأناقة يوسف عليه السلام وأتوا من سفر وغبار وغيره هم في حال وهو في حال فيرون في أن هذا ملك او عزيز وفي ذلك المقام وهم الان اتوا حتى انظر الكلام اصبح عزيزا لنصف بعد ان كان ذليلا في الجب عجيب ان الله اذا اعطى ادهش واذا اخذ فتش صلى الله عليه يعطينا ونعوذ بالله ان اللهم تقبل دعاء الله سبحانه وتعالى جميل يا اخي ولكن احسن والله يحب المحسنين يوسف كان محسن جدا 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 ولما تحدث مع إخوته رأيت إحسانا ليس بعه له إحسان ستسمع العجيب الآن في إكرامه وإحسانه ونسيانه لما فعلوه معهم مما يدعوك تتألم قلبا وتقوم له أدبا وخلقا تقول سلام الله على يوسف في أدبي وأخلاق سيدنا يوسف عليه السلام رأى إخوته على ذلك الحال فنظر إلى حالهم واستمع وأخذ يسألهم وعرف أنهم عدد إحدى عشر أخا وقالوا كان هناك أخ لنا وفقد وهكذا فلما عدهم وجدهم عشرة قال أين الحادي عشر مش موجود فقالوا له عندهم مع أبيه يسليه لأنه قد فقد ابنا له قبل ذلك وهكذا وعلم يوسف أنه ليس الأخ هذا من من يعني ليس شقيقا لهم واسمع الآية لما يتحدث قالوا كيف عرف يوسف هذا الكلام هو عارف ولكن لماذا يسأل هذا السؤال قالوا لأنه طال الحوار قال أتوني بأخ لكم من أبيكم إذا حدث حوار وقالوا له هذا ليس بأخانا شقيق بل هو من أبينا فقط وهكذا فرد عليهم بمثل ما كان من حوارهم فقال أتوني بأخ لكم من أبيكم حتى ألا ترون أن أوفي الكيد وأنا خير المنزلين يعني فإن لم تأتوني به فهذا كيد لكم عندي ولا تقربون اياكم. يوسف خاف في ذلك الوقت الا يكون عندهم بضاعه اخرى. فماذا فعل يوسف؟ قدم ووضع في الطعام الذي اعطاه اياهم بضائعهم مره اخرى. احس ان ياتوا مره ثانيه ان لم يكن عندهم بضاعه ويريد ان يكون معهم اخاه. أن يوسف فكر تفكير ألقى يريد ان يرى اخاه الذي كان معه في طفولته الذي من امه وابيه. ويريد أن يظهر لهم كيف عزه الله هو وأخوه وأنتم انظروا ماذا فعل الله بكم ليس تكبرا ولكنه يريد أن يثبت فضل الله لمن صبر ولمن أراد الخير لغيره فكن صاحب خير لغيرك فمن أحب الخير للناس زاده الله ومن أحب الشر وعاد للشر وكان من أهل الشر أذله الله نسأل الله أن يعيذنا من الذل بسم الله الرحمن الرحيم الموقف عجيب جدا ان اخوه يوسف لما راوا بضاعتهم وعادوا الى ابيهم اول شيء قالوا يا ابانا منع من الكيل، ما رضاش يدينا الكيل بتاع مين؟ بن وقال هذا العزيز ائتوني باخ لكم من ابيكم فيا ابانا نريدك ان ترسل معنا بن سيدنا يعقوب انذاك خاف وأرحص وحى يرتعد في قلبه مما قالوه وأبى أن يعطيهم سيدنا بنيامين هو لا يريد السيناريو يتكرر يعني آه السيناريو يتكرر مرة أخرى فخاف أن يلدغ مثل ما لدغ في الأولى ففتحوا بضاعتهم وجدوا بضاعتهم ردت إليه فتحوا المتاع الذي كان معهم الذي كان فيه الطعام والقمح الذي أعطاهم يا يوسف فوجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ما رأيك نمير اهلنا يعني الطعام اهلنا ونحفظ اخانا يجي معانا باليمين ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير انظر الايات حتى الناس تفهم قول ارسل معنا اخانا نكتل في ناس تقول لك نكتل اسمه اخاه أخاهم نكتل هذا خطا ارسل معنا اخانا حتى ناتي بالكي مش اخانا نكتل لا اخاه اسمه من يمين كنت أنا صغير بفهم كده كنت لسه نفهم الايات صغير في الابتدائي عجيب لنا نقول لابد ان تفهم القران بالتفسير خلي معك تفسير في القران الكريم في رمضان تفسير صغير كلمات القرآن للشيخ مخلوف من علماء الأزهر الكبار انظر لبعض التفسيرات السهلة الميسورة تفسير الميسر للشيخ محمد سيد الطاوي شيخ الأزهر قديما رائع جدا لك أن ترى هذه الأشياء التي تزيدك رفعة وجمال في فهم القرآن خاصة في رمضان أرسل معنا أخانا نقتل يعني ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير نأخذ كيل آخر ذلك كيل يسير سيدنا يعقوب لما رأي أبناءهم في شدة هذا السؤال وعندهم أولاد ويحتاجون إلى طعام قال رق الأب لن أرسله معه حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به فإن لم تأتوني به أزعل ويحصل تروا مني شيء عجيب جدا وسوف أكون على غير شكلك مثل ما كنتم فأما أتوا موثقهم وأصلوا على فعلهم ووافق يعقوب لما فعلوا من هذا القسم وغيره قال اذهبوا ولكن أريدكم أن تنتبهوا لحالكم أريدكم أن تحافظوا على أخيكم وإياكم أن نصيبه أي شيء أعطوه المواثيق وأعطوه العهود وكل شيء قيل أن الله تبارك وتعالى ما ذكر في الآيات أن يوسف كان يخاف على أولاده من الحسد ومن الدخول قال يا بني لا, لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة قال سيدنا يعقوب أراد لأولاده إن ما يدخشوا على عزيز ما يخشوش من باب واحد قالوا خاف عليه من حسد وقيل حاجة في نفس يعقوب قضاها غير الحسد وقيل أنه خاف أن يأتي خلفهم قطاع طرق ويعلمون الأمر الذي معهم فيأخذون الطعام المهم أقوال كثيرة الشهد من كلامي أنهم أخذوا بنيامين وذهبوا به إلى يوسف عليه السلام وقالوا يا أيها العزيز نريد ها هو, ها, ها هو أخانا وبالفعل رآه سيدنا يوسف ونظر إليه وأسر في أذنه إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يفعلون سيدنا بنيامين في ذلك الوقت نظر إلى أخاه وفعل أنه سعد وفرح وأخذه في مكان بعيد عن إخوته وقرر أن يأتي معه بحيدة حتى يأخذه معه ويكون معه في دين الملك على التوحيد أو يكون في ذلك المقام العالي مع يوسف عليه السلام فقال لرجاله اجعلوا سقايتنا أي المكاء الشيء الذي كانوا يكيلون به هذا القمح في رحل أخيه اجعلوا هذه السقاية في رحل أخيه وهو كما اورد القران هذه القصه بجمالها ففعلوا ذلك الذي امره يوسف ووضعوا السقايه في رحل اخيه ثم وضع لهم الطعام ثم اذن مؤذن ايتها العير انكم لسارقون هذه الحيل التي فعلها يوسف حتى يكون معه اخاه بنيامين ونادى الناس ونادى رجال يوسف ايتها العير ايتها العير القائمه التي اخذت الطعام منا انكم لسارقون قالوا اقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير حنعطي يعني حمل مملوء بالطعام بعير يعني ناقه فلما اتوا اليه قالوا ليس ليس لنا ان نسرق وما جئنا لنفسد في الارض وما كنا سارقين قال سنرى فما جزاء من وجدنا في رحله هذه السقايه؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاء. ايه بقى جزاؤه؟ كان هو عالما بحالهم في احكامهم ان السارق عندهم يكون عبدا لمن سرقه. وهذه الحيله العظيمه التي ارادها يوسف ويحكم بحكم من؟ بحكم يعقوب. لانه علم انهم من هذه الارض انهم يحكمون هكذا هذا يدل على حوارهم كثير عرف عنهم اسرارهم هو يعرف كل شيء ولكن اخذهم بالكلام انا مستمتع يا جماعه انا مستمتع هتلاقوني ساكت لان انا بجد مستمتع بطريقه اللقاء الكو... ما فيش حاجه اقولها ورا الشيخ بجد ما <سؤال سؤال> فيش حاجه اساله عليها ما شاء الله ما شاء الله شرح كافي ووافي وطريقه قصه وطريقه عرض ممتعه اسال الله الاخلاص ربنا ربنا يجزاك علما يا شيخ نحن واياك والمسلمين في كل مكان والسامعين والله انا يعني مستمتع جدا الله ان يبارك فيك وفي ابيك وامك واحبابك امين والحاضرين والغائبين وكل من قام على ذلك العمل شكر الله لهم وغفر الله لهم دنيا ودين امين يا رب تقبل امين رب امين رب امين سبحان الله يوسف عليه السلام الان فرحا سعيدا لان اخاه قد اتى اليه إلا أن اخوته في هم وفي حزن لما فعلوه من أنهم نقضوا العهد بينهم وبين أبيهم، قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا وإننا نخاف أن يصيبه سوءا وإنه قد أعطانا عهودا وأعطيناه عهودا ألا نفرط في بنيامين، قال ليس لي أن آخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده وإن أخذنا غيره إنا إذا لظالمون. قال كبيرهم حين ذاك لما رأى الامر وان يوسف اصر على اخذ بنيامين ماذا افعل يا ترى؟ اذهبوا الى ابيكم وقولوا يا ابانا ان ابنك سرق وما شهدنا الا بما علمنا وقال لهم ما لن ابرح الارض حتى يأذن لي ابي او يحكم الله لي وهو خير الحاكمين اذهبوا الى ابيكم فقصوا لهم ما قد حدث وذهب الاخوه الى سيدنا يعقوب عليه السلام ويقولون كلا مثل ما كان في الايام السابقه مثل ما كان في يوسف لما فعلوا فعلوا ولكن هنا كانوا صادقين فقالوا يا ابانا ماذا الذي نفعله؟ ان ابنك سرق وفعل وفعل وحدث ما كان نحكي لك الان واسال العيره التي كنا فيها والعيره التي اقبلنا فيها وانا لصادقون قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل. اسمح لي ان انتقل آيات او اعود الى آيات قبل هذه الآيه ان إن اخوة يوسف لما فعل بنيامين ولم يفعل قالوا كلمه كتبت بمداد الدم في قلب يوسف قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل فأسرها يوسف يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال انتم شرط مكانه هذه قصه اخرى ساذكرها لحضراتكم الان انهم قالوا ان يوسف عن يوسف عن بنيامين إن أخاه قد سرق من قبل قالوا إن يسرق بنيامين فقد سرق أخو له من قبل يقصدون من يوسف وهل سرق يوسف؟ سرطيه. لن يسرق ولكن ما هذه القصة؟ اسمع بقى كان سيدنا يوسف وهو صغير يلعب مع اخوته كانت له عمه تسمى فائقه واريد هذه القصه أن, يش... ان تكون في فيديو خاص او ريلز خاص لانها ستثبت امرا هاما في فهم هذه الايه في قوله سبحانه وتعالى ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل اتهام باطل ليوسف عليه السلام والحقيقه ستذكر الان ان يوسف لما كان صغيرا يلعب مع اخوته كانت له عمه تسمى فائقه وكانت فائقه لا ولا لها ولم تنجب وكانت هذه العمة تحب يوسف وتقبل عليه وتخدق عليه بالعطايا مما أثار الجزع والضيق في قلب إخوته وفعلت أمرا آخر أنها أرادت أن يكون يوسف معها وهي تعرف احكام اسحاق ابوهم وتعلم ان يعقوب يمشي على احكام اسحاق ما كان قبل ذلك فاخذت يوسف الى بيتها وهيأت له طعاما وخيرا والبسته حزام ابيهم اسحاق دون ان يعرف يوسف اي شيء وقالت هذا الحزام البسه يا بني وذهبت بعد ذلك في حيله عجيبه تحدثت فيها مع يعقوب قائله انني افقد حزام ابانا اسحاق اين يا ترى؟ قال فائقه لا ادري اين جعلت هذا الحزام قالت ما اعلم انه كان في بيتي ففتشوا الجميع من إخوة يوسف عليه السلام حتى كان التفتيش في يوسف وهو لا يدري طفل صغير ووجدوا حزام إسحاق في خاصره وفي بطنه فقالوا إذا هو قد سرق وحكموا عليه أن ذاك أن يكون عبدا لمن إلى عمتي فائقة ولم تقصد أن يكون لها عبدا بل قصدت أن تهتم به حبا وشفقة ورحمة وكانت تغدق العطايا أكثر وأكثر وينت تخدمه عينها وتأخذ دائما كل يوم إلى أبيه يعقوب الذي كان يعلم أن هذه حيلة من أخته ليبقى عندها يوسف عليه السلام فقالوا حينها إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم فقال أنتم شر مكان طب ممكن بقى يعني في ناس كتير ممكن تقول لحضرتك ايه الدليل على القصه دي؟ قصة يوسف هي قصة إسرائيل أو بن بني إسرائيل ورد في بني إسرائيل أنهم قصوا علينا ذلك الأمر كما سيحدث بعد قليل وأقول لك بأن زليخة أصبح زوجة يوسف هل عندنا دليل قطعي يظهر لنا ذلك لم يكن عندنا دليل قطعي ولكن بنو إسرائيل قال عنهم النبي حدثوا عنهم ولا حرج وأن بنو إسرائيل في قصصهم طالما أنها لم تخالف شريعتنا تقبل كما هي وشرع من كان قبلنا شرع لنا ما لم يخالف شرعنا فلا باس ان نقبل منها ومنهم هذا الكلام ويقبل عقلا ويقبل شرعا والايه ظاهره بان الامر حدث هكذا وهذا الذي نبينه للجميع من قصص بني اسرائيل. لا احنا بقى لازم نكمل عشان عايز اعرف اللي حصل لزليخه. وما ادرك ايها الكريم الان يوسف عليه السلام اصبح عزيزا كما بينا اكثر واكثر وكذلك مكنا ليوسف في الارض الاولى والثانيه وكذلك, كد وكذلك كدنا ليوسف في الارض وما كان ليوسف ان ياخذ اخاه وكذلك كدنا ليوسف ما كان لياخذ اخاه في دين الملك ولكن الله له حكمه يرفع درجات من يشاء ويعز من يشاء واصبح بنيامين مع اخيه يوسف ولكن الامر خطير الان عند يعقوب عليه السلام الذي بكى وقال بل سولت لكم انفسكم فصبر جميل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا واخذ يتالم قائلا ماذا فعلتم يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تياسوا من روح الله انه لا يياس من روح الله الا القوم الكافرون وهنا تحدث فالأولاد الأولاد مع أبيهم بما لا يليق قائلين تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون وأخذ سيدنا يعقوب في حزنه الدائم وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم أي ذهب بصره من شدة بكائه على فراق يوسف ثم زاد الأمر في فراق بنيامين وتوجه الإخوة حينها بأمر أبيهم أن يذهبوا إلى ذلك العزيز حتى يرفق بهم في شأن أمرهم فدخلوا عليه وقال قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر يا أيها العزيز تصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال لهم يوسف حينها بكلام واضح هل تذكرون ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون فانتبهوا إليه ونظروا إليه نظرة مشوقة شاغفة محرقة لقلوبهم قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين وهنا كان العجب العجاب وكان الأمر الذي لم يكن متوقعا وهنا أراد يوسف أن يظهر الجمال في أخلاقه قال لهم اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهدكم أجمعين أخذ الرسول القميص متوجها إلى فلسطين حيث كان سيدنا يعقوب عليه السلام سيدنا يعقوب جاء وهو جالس كانسان عادي اذ به قال اني لاجد ريح يوسف ان القميص هناك في مصر الا انه يشم رائحه ابنه يوسف يدل على الجمال في الرحمه التي جعلها الله من الاب لابنائه وان الفقد الذي كان اصبح قريبا الى افضل حال وافضل مكان فقال حينها يعقوب اني لاجد ريح يوسف لولا ان تفندون لولا ان تكذبون لولا ان تكذبون ولكن يرد عليه من كان معه تالله انك لفي ضلالك القديم ولكنه عالم بان الله سيرد له يوسف وكذلك بنيامين وما هي الا قلائل ان جاء البشير والقاه على وجهه فارتد بصيرا فاعلنها يعقوب عليه السلام قائلا الم, ألم اقل لكم اني اعلم من الله ما لا تعلمون الله اكبر وحينها جمع يعقوب أهله وأحبابه وترحاله وذهبوا إلى مصر حيث استقبالا عظيما كريما جميلا بهيا كان يستقبل فيه يوسف أباه يعقوب وكان اللقاء الأجم والأكمل والأعظم الذي سطره الله في القرآن أن حققت الرؤيا بعد أربعين عاما عندما قال إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لساجدين فاجتمع الجميع ووقفوا أمام يوسف عليه السلام وخروا له ساجدين وقال يا أبتي هذا تأويل رؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا وهذا فضل الله سبحانه وتعالى عليه ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبوه على العرش وخروا له سجدا كما بينت لك كما بينت لك وهذا كان تعظيما وإجلالا ليس عبادة وكان هذا موجود مشهور أنذاك في ذلك المقام أنه يكون احتراما وإجلالا لذلك العظيم وحقق الله الرؤيا وتأتي أخلاق سيئة سيدنا يوسف عليه السلام لما يتحدث إلى يعقوب أبيه قائلا يا أبتي قد أحسن بي إذ أخرجني ربي من السجن وقال من السجن ولم يقل قد أحسن بي ربي إذ أخرجني من الجب أسألك سؤالا أيهما أعظم الجب أم السجن الجب لانه لا ما... لأنه تعب فيه ولا ولا نور فيه وربما ما لا يشرب وربما لا ماء فيه ولا كان ما يشرب رطه ولكن, رطه. ولكن السجن دخله بارادته ولكنه ابى <applause> أن يقول أن, أن وقد أحسن بيد أخرجني من الجب، رغم أن الجب كان أشد ولكنه قال من السجن حفاظا على المشاعر بينه وبين إخوته المستمعين إليه الآن، لا يريد أن يجرح مشاعرهم، احفظوا هذا الكلام يا كرام، يا من تجرحون مشاعر الناس، يا من تقولون كلاما لا يليق في الناس، يا من تحقرون الناس، يا من ترى أنك أفضل من الناس، يا من ترى أنك الأحسن والأكمل دائما، ها هو يوسف لم يجرح لأن القلوب بيدي الله أولا ولأن القلوب تتقلب وأنها تحزن إياك وإحزان الناس فمن أحزن الناس أو تعالى وتكبر عليهم فإن الله يحزنه ويذله ومن أفرح يفرحهم ونحن في شهر شهر الفرح والسرور فكونوا عبيدا لله في إدخال الفرح والسرور وإياكم أن تكونوا من هؤلاء الذين يدخلون الهم والغم والنفور احترموا عباد الله الفقراء واحترموا مشاعر الأخوة بينكم وبين بعضكم البعض فالإنسان يتألم عندما يرى من يفرح لأن أخاه ينام حزين ويفرح لأن أخاه مهموم في مشكلة ما ويأكل ويشرب ولا يهتم بشأن إخوانه المسلمين في كل مكان أو أخوه الذي هو ابن أمه ابن أمه وأبيه فانتبهوا رعاكم الله يوسف قالها كلمة عظيمة في ذلك قال يا أبت هذا تأويل رؤيا من قبل وقد أحسن بي من ربي إذا أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي انظر الجمال والأدب الآخر قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي ولم يقل من بعد ما كاد لي إخوتي بل نسب الأمر إلى الشيطان حفاظا على إخوته وحفاظا على المشاعر أكثر وأصبح في هناك خير وقال بعدها لا تثريب عليكم اليوم عندما تحدث بعد ذلك يعقوب وقالوا يا أبانا استغفر لنا إن كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي قال يوسف لا تثريب عليكم يغفر الله لكم هو أرحم الراحمين ذهبوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا إستغفر لنا إن كنا خاطئين فغفر لهم يعقوب عليه السلام وكان الأمن والأمان ورفع الله شأن يوسف وانتهى الامر بفضل الله بين العدل والحق ويوسف عليه السلام يغفر لمن أتى ويقول لا تفريب عليكم لا تفريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين ومن هنا نتعلم كيف كان الوفاق والحب والاحترام وذهبوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا استغفر لنا إنا كنا خاطئين قال سوف لم يقل لهم الآن سأستغفر قيل لأنه أراد أن يؤدبهم أراد أن يربيهم أراد أن يعلمهم أن هناك وقت سيكون بينه وبين الله سوف يغفر ويستغفر الله لهم سبحانه وتعالى وبالفعل غفر يعقوب لاولاده وسال الله ان يغفر لهم الجمال ان يوسف عليه السلام كافاه الله بالعدل وان يكون اسرته قائمه في مصر يعيشون هذه وكافأ الله تبارك وتعالى زليخة عندما أرادت يوسف في حرام أراد الله لها أن يكون لها في حلال رغم أنه قد تزوج من امرأة تسمى أسينان في ذلك الوقت قيل أنها ابنة رجل كان من الكهنة إلا أنها أسلمت وأمنت ووحدت الله سبحانه وتعالى وقالوا من الجمال أن الله أرجع له ورد له زليخة شابة رحمة بها ورحمة لعشقها حتى يكون يوسف معها زوجا بالحلال الذي أراده الله سبحانه وتعالى والجميل أن أن السيدة زليخة كانت تراقب يوسف في كل الأفعال وكل الأحوال وكانت تراه عزيزا وتخرج وتخرج في الطرقات وتقول سبحان من سير الملوك عبيدا وسير العبيد ملوكا وكان يسمع هذا جيدا الأحوال. نعم وكان يبحث عن الصوت حتى رآه ولكنها كانت تخاف أن يراها لأنها أصبحت عجوز ولكنه ربه سبحانه رحمها في رحمها في اي جعلها ترحم في ان تكون زوجه لسيدنا يوسف عليه السلام وذلك جزاء الصابرين وجزاء انك ترى الصدق في من يحبك يوما ما. أيها الكرماء ان يوسف عليه السلام قال ايه في نهايه السوره تثبت لنا الجمال والتواضع للرحمن ماذا قال؟ قال ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين قالوا إن يوسف قال كلمة جميلة وأريد للناس أن ينتبهوا أنه قال ربي قد آتيتني من الملك ما الملك الذي أعطاه الله ليوسف أستاذ عمرو النبوة هذا تفسير يسمى تفسير ظاهر ولكن هناك تفسير باطن اريدك ان تجعله في مقطع وحده ما هو يا ترى؟ قالوا ان الله سبحانه وتعالى اتاه الملك نعم والايه تحتمل تفسيرين، تفسيرا ظاهرا قلت له قلته انت الان حضرتك في قولك انه ملك النبوه، اتاه الله الملك وان اصبح عزيزا كذلك لمصر، نعم ولكن نقول ان هذا الملك الذي اعطاه الله ليوسف وهو عزيز مصر ملك زائل، زال بموت يوسف، أليس كذلك؟ ولكن الله أعطاه ملكاً حقيقياً آخر، قالوا وما هو؟ قالوا أن ملك نفسه عندما أتت إليه امرأة عزيز، وهذا أعظم ملك يعيش به الإنسان. يا الله فإن أردت أن تملك نفسك فأنت ملك. إن استطعت أن تملك نفسك، مش إن أردت، إن استطعت أن تملك نفسك فأنت ملك. فإن ملكتها أصبحت سيداً عليها. وكانت لك الدنيا كامله التحكم في النفس والشعور نعم ويوسف اعطانا المثل في ذلك وكان النبي الجميل الذي نختم هذا الحوار به بفضله سبحانه وتعالى ما احسن القصص في قصه يوسف وما اجملها في معرفه النهايه الجميله والاحاسيس والمشاعر والجزاء من جنس العمل وهذا حديثنا في العلم عن انبياء الله صلاه الله وسلامه عليهم اجمعين يوسف الصديق سرد رائع يا شيخ بارك الله فيك والله سرد رائع ويا ريت الناس تكون استمتعت بالحلقتين بتوع سيدنا يوسف وباقي الحلقات من احلى القصص زي ما القران كان بيقول فبجد بجد انا انبسطت جدا من يخلص في القول والعمل وانا مبسوط اني معاك وفي حوارك وفي جلوسك ربنا يخليك رب. كل شيء جميل اللهم تقبل منا في هذه الساعه المباركه أنا. امين يا رب امين يا رب أه. لو انتم انبسطتوا بالحلقات يا ريت تدعمونا بلايك وشير سبسكرايب وكمان ما تنسوش زرار الثانكس لو انتم حبيتوا تدعمونا بشكل اكبر وكالعادة بنختم حلقة النهارده وقصة سيدنا يوسف بدعاء مع فضيلة الشيخ رشد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، ما ذكره الذاكرون الأبرار وصلي وسلم وبارك على نبينا محمد ما تعاقب الليل والنهار وصلي وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى المهاجرين والأنصار اللهم واقذف في قلوبنا رجاءك واقفع رجاءنا عمن سواك اللهم ما اعطيت احدا من خلقك من اليقين فنسالك اللهم ان تعطنا منه اكبر نصيبا يا ارحم الراحمين. اللهم يا معلم ادم علمنا، اللهم يا مفهم سليمان فهمنا، اللهم يا ملقن لقمان الحكمه لقنا، اللهم يا من عففت يوسف نسالك ان تعفنا. اللهم يا من أخرجت يوسف من الجب وجعلته عزيزا نسألك أن تجعلنا عزة وانقلنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة اللهم ونسألك أن تجعل طاعتك في قلوبنا وأنسك اللهم راحة لصدورنا ونسألك اللهم حسن خاتمة في أعمالنا اللهم واجعلنا ممن عفا عن من ظلمه وأعطى من حرمه وصل من كما فعل يوسف عليه السلام اللهم واحشرنا في زمرة سيدنا محمد واحشرنا اللهم في زمرة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام اللهم جملنا كما جملت يوسف بالعافية والأخلاق الكريمة يا كريم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين اللهم أمين اللهم أمين بكرة إن شاء الله